بالنسبة للتأطير الإداري، التأطير الإداري كارثي سيد الوزير. نقول لكم بأنه عندنا بالنسبة للموظفين عندنا 95 طالب لكل موظف، وراه الأستاذ يمكن يدخل الطالبة في لونفي ويقريهم، ولكن الموظف إلى عنده المختبر عنده 95 طالب ما يمكنش، إلى عنده السكولاريتي وخصو يسير ب 95 طالب ما يمكنلوش. ونعطيكم التأطير في جامعة بنو زهر 279 طالب لكل موظف. وواحد المؤسسة اللي كتضرب رقم قياسي هي كلية الحقوق في أكادير 1114 طالب لكل موظف. شكرا. تأطير كارثي، المختبرات راه شكرا سيد المستشار، ما غتلقاوش اللي يخدم فيهم، انتهى الوقت، كاين استغلال ديال الطلبة في التسجيل، انتهى الوقت سيد المستشار، الكلمة